شوفي باشا حنان، اليوم يوم غير عادي، محمد علي نهدي هبطنا تونس كنا نعملوا في جريه، كركرنا بما معناه، هاي نشوفوا كل تونسي وشنو هي الجريه نتاعو، وشنو يقصد بالجريه نتاعو، يلا. مرضي الهوى انا نقول معناها من حقي انا كممثله وكمبدعه وكاستاذ مسرح معناها انا قاريه مسرح الكل باش نجرب التجارب الكل وين نلقى روحي نخدم معناها اذا نجحت نكمل ما نجحتش نفسخ من غادي نمشي لثنيه اخرى معناها الحياه ما تقفش على حاجه واحده ديش حبيت نقول لك نروح نرفمك وهبلتها تجينا اليوم وهي مريضه شويه ولكن الفورمه موجوده كالعاده حنان كيف الحال؟ اهلا وسهلا بيك رفيق اهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا الكل نحب نقول لهم اسمعونا عنا برشا جو نحبوا ساعه نقدم تحيه ونرحب بصديقنا الاعلامي كمال عويجي بحذانا مرحبا بيك يا كمال اصدقائي التاكسيات كلهم زاد ثوره وليت حنونه اجا اطلع عندنا نوصلوك بلاش نورمال والله تجربه توا ذي الموسم الرابع في برنامج كلام الناس الحوار التونسي عطتني فرصه باهيه اللي انا قبل كنت نخدم معناها تخرج تمسح وكنت نخدم كممثلة وما يعرفونيش العبيد معناها الجمهور العريف يعرفوني جوست النخبة توا جات الفرصة باش الحوار التونسي حلت لي افاق باش العبيد عرفوني وحمد لله معناها تجربة ناجحة وحمد لله. تصور بعد الحوار التونسي جاك جاك اي اف ام اي والحوار التونسي جابت اي جيست جابت لي برنامج راف ماك مع رفيق بوشناق ومع اي وتجربة مزيانة برشا واحنا عائلة واحدة في اي اف ام وراف ماك معناها البرنامج اللي ضاف لي برشا في حياتي تجربة إذاعية مهمة واحنا نعرفوا اللي الإذاعة ساعات راهي أصعب من التلفزة خاطر التلفزة تنجم التصوير تواصل تنجم السيتواسيون تواصل الراديو بصوتك باش تنقل معناها احساسك الحاجات اللي تحب توصلهم بصوتك بنبراتك باحساسك هذه ايش حبيت نقول لك والله ها باش تكون معك انت معناها السباق معناها احنا كنا وقفنا المسرحيه وتوا ان شاء الله باش في عوده ان شاء الله شريفه عفيفه ان شاء الله دوزيام سيزون باش ترجع ان شاء الله كنت فما موديفيكاسيون باش تصير اما باذن الله معناها باش تشوفوا حاجه جديده وحاجه مزيانه على الاخر الدور نتاعي في رفناك انا كرونيكوز معناها مع الحاج منصف بن سعيد هاو من البزعه الجميله اللي مقلي البزعه رقم واحد ربي يخليك يا حاج معصي فتحي المودي زاده وميمة العياري سندريلا رفناك معنا زاده خليل المخرج معنا صبر الوسلاتي كرونيكوز ده مزيان وكيكتب فيه عنده وجود مو طياره برشا ومسرحي ممتاز سي فتحي المودي زاده غني عن التعريف هذاك استاذنا الكل وحبيبنا الكل راديو اي اف ام الكل الاولاد كلهم نحبوا بعضنا عائله واحده بالنسبه لي انا اضافه معناها مهمه جدا في حياتي الراف ماك لان فيه كرونيكوز وشد القلم نتاع الزمار حنان البجعه الجميله كيما انا عيطت لها ديما روح الراف ماك هبلتها بالليسونس الكل ولكن تقعد ديما روح الراف ماك حنان عندها توش ما تنجم كان هي تعطيها للراف ماك تو سكي ديكالي ماستريتو هي حنان في ليميسيون الضحكه الهبله العياط الجنون اللي ساعات حشنا بيها اللي تبعد بينا من الواقع اللي تعرف انت معناها قداش ولا صعيب بالنسبه للمواطن التونسي الانسان اللي في كرهبته يسمع في الاخبار اللي ساعات اوبليجي تكون ديما اخبار للاسف مش كيما يحبها تونسي حنان تخرجنا من الموندو هذاك تهزنا العالم هي عالم الفنانة المهبولة المسرحية الضحكة الطفلة الشهلولة اللي يحبوها برشا توانسة دونك نعاود نقول روح الراف ماك حنان الشجرة
نحب نشوف الجمهور، نحب نقول الجمهور اللي يتبع فيا شفتوني انا من غير مكياج، شفتوني معناها نتصرف. ليه لا ايش نقول لك من غير مكياج؟ على خاطر انا نتصرف مع التوانسه اونديري عائلتي، اونديري اخواتي، اونديري صحابي، معناها ما نمشي لهمش، ما عندي حتى حاجز يربطني بهم. هذيك علاش معناها جيت نصور معاكم وما عملت حتى موديفيكاسيون في روحي قلاخر. اي لا فوتوشوب لا حتى شيء، راني نحبكم برشا، راكم تشوفوني في ثلاثة دقائق كل جمعة، ثلاثة دقائق هذوكم راهم ياخذوا لي جمعة كاملة تعب باش نخمم باش ندخل لكم الفرحة والبهجة لدياركم في وقت اللي تونس قاعدة تعيش فيه في مشاكل وكذا، وإحنا نسرقوا في الفرحة والسعادة بالسيف. استناوا جديد حنان الشقراني في مهرجانات 2016 في المهرجانات التونسية إن شاء الله. ميرسي بوكو لك أنت كمال يا باهي يا ويجي تحفوني اللي عندك شعبية زادة باهية اللي استنيتني وقعدت معناها خاطرك أنت تحب معناها تواكب معناها خدمتنا كشباب وكمبدعين. برافو ميرسي بوكو.